أكرم عبد الناصر، مندوب دفعة الترم السابع كمبيوتر كوميونيكيشن ومانجر مايكروسوفت كلوب في جامعة اسكندرية. حابب بس أعرف الأول، في كام واحد هنا ناوي يدخل كمبيوتر كوميونيكيشن؟ أي حد يرفع إيده؟ إن شاء الله يعني معظم الناس اللي قاعدة، يا رب يفضلوا زي ما هم. حابب الأول أتكلم عن الإكسبيرينس بتاعتي لحد ما دخلت القسم. أنا أول ما كنتش عايز أخش أساسا هندسة في الأول، كنت عايز أخش طب. جات لي هندسة الحمد لله ودخلت هندسة. عرفت الاول ان في اس اس بي وفي الاقسام العاديه، حاولت بقى اشوف الفرق ما بين الاثنين، اعرف ايه المزايا هنا ايه العيوب هنا. طبعا مزايا الاس اس بي زي ما انتم عارفين ان احنا العدد قليل، بنبقى عارفين الدكاتره، بنعرف نتكلم مع المعيدين كويس، الدراسه كلها بالانجلش. غير كده السنه في اعدادي في عام بتبقى صعبه شويه، بيبقى صعب ان انت تخش القسم اللي انت عايزه من الاول على حسب التنسيق اللي هيجي لك. فقررت ان انا اخش اس اس بي. كانت اس اس بي برضو جالي الاختيار ان انا اخش كمبيوتر كوميونيكيشن، اخش الكتروميكانكس، اخش اركتكتشر او بترو، كان لسه اوف شور، كان لسه ما فتحش. ففكرت اشوف انا عايز اخش ايه في الاول، لقيت ان انا اي حاجه ريسيرش، اي حاجه كنت بدور على النت كنت بدور على كمبيوتر، فقررت ان انا اكمل في كمبيوتر. طبعا كلكم اخدتوا اول حاجه كمبيوتر بروجرامنج في الترم اللي فات. خدنا كمبيوتر بروجرامنج. فبعد ما خلصت يعني خلاص كمبيوتر بروجرام، حاسين ان انتوا عارفين بروجرام يعني نص نص. بعد ما خلاص كمبيوتر بروجرامينج فاكر بقى ان انا كده خلاص واو، بعرف اعمل بروجرامز، عارف اعمل كل حاجه. خدت كورس بعديها اكتشفت ان انا الناس اللي معايا اكتشفت ان انا اعتبر زيرو. قررت يعني دي يعني تعتبر ديس ادفانتج موجوده عندنا في القسم، ان انت ما بتبقاش واخد حاجه بكميه كبيره قوي. ممكن مقارنه بعام هتلاقي ان انت الكونتنت تاخده، طبعا زي ما دكتور نور قال وباشمهندس حمدي قال، كونتنت بتاخده قليل جدا. فلما تيجي تقارن نفسك تحس ان انت قليل عنده. برضه نفس المقارنه باتصالات. فالميزه بقى ان انت القسم عندنا عشان تعرف ان انت توصل تحاول تقارن نفسك بنفس الناس، تعلم نفسك بنفسك. انت لو اعتمدت في القسم ان انت تاخد بس حاجه الدكاتره بيدوها لك هتبقى مش في كلمه ولا حاجه. تعتبر ان التشهاده اللي هتاخدها تطلع بيها ما تعملش بيها اي حاجه. حتى برضه اللي في عام، اللي في عام برضه حتى لو اعتمد كل الحاجات بس اللي هو بياخدها من الدكاتره في الكليه هيعتبر ولا حاجه. عشان تستفيد لازم تاخد كورسات. لازم تاخد مع نفسك، يعني انت يعني دي حاجه كويسه جدا في الكمبيوتر عامه، ان انت وانت قاعد في البيت ممكن تاخد كل حاجه احنا بناخدها في الكليه. تفتح اونلاين، تعمل ريسيرش على اي حاجه انت عايز تعرفها. تاخد فيها كورس ممكن يبقى زي اللي انت بتاخده في الكليه وبتاخده في وقت اقل، ممكن يبقى احسن. ف من الحاجات اللي احنا هنا موجوده في الكليه اللي بتساعد لازم ان انتوا تبقوا تشاركوا فيها اي سي ام، طبعا بتنزل الكورسات على طول في الصيف في مايكروسوفت كلوب، دول الحاجات الكمبيوتر. الاتصالات في اي تريبل اي، كل صيف بتنزل كورسات حاجات تبع الاتصالات زي مات لاب، اردوينو، و اي في ار. في اي سي ام بننزل فيه على طول الجوريزمز، والسيف ده منزلين جيم ديفلوبمنت، وفي مايكروسوفت عندنا منزلين ويب ديفلوبمنت. ممكن بقى نتكلم مثلا عن المواد اللي هتاخدوها. المواد بتبقى كل ترم متقسمه، يعني مثلا بتاخد مادتين كمبيوتر، ثلاث مواد كوميونيكيشن او العكس. الترم الجاي ان شاء الله مثلا هتبقى داخله ترم ثالث هتاخد مواد كمبيوتر، هياخدوا بروجرامينج 1، ودي هتكملوا على السي اللي انتوا خدتوه. فعايز اقول مثلا كسي انتوا اخر حاجه وصلتوا لها كانت ايه؟ لو حد لسه فاهم. ريز تمام. هتكملوا بقى مثلا تاخدوا الفانكشنز، حاجات ادفانسد شويه عن ان انتوا تعملوا بروجكت محترم شويه. هتاخدوا حاجات تانية كمبيوتر، هتاخدوا دي تعتبر المادة الكمبيوتر اللي انت هتاخدوها الترم الجاي. في هتاخدوا كمان الديسكريت، دي هتساعدكم في مثلا حل مسائل، بروبلم سولفنج. حاجات اتصالات هتاخدوا سيركتس، هتاخدوا الترم التاني تقريبا، وفي كمان بروبابيلتي ومودرن فيزكس، دي الحاجات اللي انت هتاخدوها ان شاء الله في الترم التاني. بعد كده دي هتبقى اخر معلومات، اخر حاجه هتاخدوها بالسي. بعد كده في ترم رابع هتاخدوا داتا ستراكشرز،
دي هتبقى تعليمكم عن الحاجات اللي موجوده في البروجرامنج لانجوج اللي تساعدكم ان انتم تكبروا اي ابلكيشن انتم عايزينه، زي مثلا ستاك، الكيو، الجرافس. بعد كده هتبداوا بقى من الترم الخامس اللي هو من السنه اللي بعديها، تبداوا ان شاء الله على حسب احنا خدناها جافا، الدفعه اللي قبلينا اخدوا سي، فانا فاضي او سي بلس بلس، فانا زي ما باشمهندس حمدي قال يفضل ان احنا تاخدوا جافا، لان هي جافا سهل تتعلموها واقوى وممكن تعملوا بيها حاجات احسن. بس برضو اهم حاجه اللي هو اللي هيبقى داخل القسم مش عايز يعتمد على نفسه، مش عايز يدرس مع نفسه، اعتقد القسم نفسه مش هيوصل. ان هو لازم يبدا يتعلم بنفسه، ده يبدا من دلوقتي. يعني مثلا انتوا كورس السي اللي انتوا هتاخدوه ان شاء الله الترم اللي جاي، لو قعدت دلوقتي في الشهرين دول انت ممكن تخلصه وتاخد حاجات زياده عنه كمان. فده هيوفر لك الوقت ان انت في الترم نفسه وتاخد حاجات ثانيه تحسنك وتملاك، زي ما باشمهندس حمدي قال ان انت تملى السي في بتاعك. اهم حاجه يعني مثلا لو حد متخرج من اس اس بي وبرده حد متخرج من عام، بس الاس اس بي واخد كورسات ومظبط نفسه واعتمد على الكليه، الاس اس بي هو اللي هيتاخد وفي عام هو اللي مش هيتاخد. ودي حاجات حصلت وفي ناس عارفينها. اكيد سمعتوا مثلا الناس بتوع اس اس بي دول، معلش في كلمه طرفيه، ما بياخدوش كل حاجه، يعني ما مش عارفين حاجه. احنا مثلا هقول لكم ناس معانا مثلا في الدفعه، اكيد سمعتوا عن موقع اليكس اس اي، اكيد حد فيكم تعبوا بيه. الموقع ده ناس من دفعاتنا احنا هم اللي عاملينه. الموقع ده احنا لحد دلوقتي الدفعات كلها في اس اس بي ماشيين بيه، وفي ناس معانا من عام برضه بنحط عليه كل المحاضرات، بنحط عليه السكاشن، اي بدل ما نتعامل على الفيسبوك وكده، كل حد بيخش بيعمل ابلود للمحاضره او السكشن بتاعه. فدي ناس من اس اس بي عندنا هم اللي عاملينه. في كمان ناس عندنا شغالين في السكيورتي، واعتقد من احسن الناس الموجودين الكليه كلها في السكيورتي. وعندنا ناس في الالجوريزمز بتدخل مسابقات، وفي ناس عندنا من اس اس بي اخذوا انترنشيب بره في جوجل السنه اللي فاتت. فيعني ما تحاولوش ان هو اي حد من بره يحبطكم ان لكم القسم ما فيهوش ناس كويسه، لا القسم فيه ناس كويسه، بس لو انت عايز تشتغل على نفسك، لو ما اشتغلتش على نفسك مش هتعرف تعمل اي حاجه. يعني مثلا يعني انا زي واحد من الناس، انا ما كنتش عايز اساسا هندسه، بس دخلت بدأت اشتغلت على نفسي ووصلته وبقيت مانجر في مايكروسوفت، وشغال مع نفسي بعمل ابلكيشنز. عملت ابلكيشن مثلا ويندوز فون نزلتها في ستور، وشغال في البروجرامنج. حبيت يعني مثلا اول ما بدأت البروجرامنج، لما خدت الكمبيوتر بروجرامنج، يعني حسيت ان انا اقدر اكمل في الموضوع ده. حسيت الموضوع ده ان انا اقعد على الكمبيوتر اقدر اشتغل اعمل بروجرام. بدأت ادور، عرفت ان انا ممكن اخد بروجرامنج لانجوج ثانية مع نفسي اضبط نفسي بيها. زي برضه كان في حد سأل ايه البروجرامنج لانجوجز اللي بتاخدها. دي نصيحة مني، ما تعتمدش على البروجرامنج لانجوجز اللي انت هتاخدها هنا في الكلية. يعني انت لو درستها مع نفسك هيبقى احسن. انت هنا لو هم هيحطوها لأول الطريق، هو مش هيحطك، هو هيبنيك على أول الطريق وانت تقوم نفسك بنفسك. يعني لو ما عرفتش تقوم نفسك بنفسك مش هتعرف. لازم انت تقوم نفسك بنفسك. وفي يعني السيلف ليرنينج زي ما باشمهندس حمدي قال، أهم حاجة في القسم عندنا. لازم يعني كان في جمله جوجل از يور بيست فريند، مش عارف جوجل از يور بيست فريند دي لازم، هي يعني اي حاجه انت مش عارفها افتح جوجل دور هتلاقي اي حد يساعدك، اي كورس تاخده، يوتيوب طبعا يعني ده اهم حاجه، بتاخد كورسات زي ما كورسيرا، دي الحاجات اللي موجوده. مايكروسوفت فيرتشوال اكاديمي، معلش مايكروسوفت فيرتشوال اكاديمي، تخش تاخد كورسات اونلاين وبيطلع لك شهاده بيها سيرتيفايد من مايكروسوفت. وفي ناس يعني في ناس معايا من دفعتنا الترم ده، كان في مسابقه نازله من مايكروسوفت اسمها ليرن فور سكسس. دي كانت هتاخد التوب 8 في كل بلد، وبياخدوا انترن يا في مصر يا في جنوب افريقيا، في تركيا، في الامارات، وفي في بلدين تانيين بس مش فاكر. وفي ناس من عندنا من قسم كملوا في الكورسات دي واتقابلوا في انترن وشغالين دلوقتي في انترن في مايكروسوفت لسه بادئين الاسبوع اللي فات. في ناس عندنا شغالين في وزارة الاتصالات شغالين معاهم، وطبعا زي ما قلت لكم الناس اللي عملت الويب سايتس عندنا. بس دي كانت يعني نبذة صغيرة عن القسم عندنا، ولو في أي أسئلة حابب عايز أسأل حاجة. أحب بس في الآخر أشكر اس اس بي انتيتي على المجهود العظيم اللي عملوه، وباشمهندسة وسام من غيرها مش هنعرف نعمل أي حاجة النهاردة. بس شكرا.